استاذ احمد الخطيب. مساء الخير استاذ احمد. مساء الخير استاذ عزة. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك. ايه شايف التزوير واصل لفين، وشايف التدليس واصل لفين، واستخدام اسماء وكاذبه واصله لفين؟ رايك ايه في الحدوته دي، شفتها ازاي؟ اولا انا احب اشير الى نقطه مهمه جدا. اتفضل. أن المعركة بين الدولة والشعب المصري مع التنظيم، أو معركة التنظيم مع الدولة والشعب المصري لم تنتهي بعد. يعني أنا معاك ومش هيبطلوا. لم تنتهي بعد. لن تنتهي بعد، تمام، صح جدا. لأن المعركة بين الدولة وبين التنظيم هي معركة وجود. ليست معركة قانونية. نعم. ولا معركة سياسية. نعم. هي معركة وجود بالدرجة الأولى، إما الدولة وإما التنظيم. بشكل واضح. نعم. هذا عنوان صريح لما يحدث اليوم. أيوة. ولما حدث اليوم. نعم. أنا أيضا أقف يعني متأملا ما يحدث من في هذه القضية تحديدا. تمام. نحن أمام دولة. أيوة. يهمها جدا. يهمها جدا شكلها امام الجمهور، امام المواطنين. نعم. لم تقل ان هذه واقعه مطلوبه وتسلم. نعم. لا بالعكس، هي حريصه جدا على ان الفساد يحارب بكل اشكاله. تحارب الفساد، تحارب الشائعه. وتحارب الشائعه. نعم. في خلال الحرب مع التنظيم. نعم. دولة مهتمة بصورتها أمام جمهورها لأنها مؤمنة أن هذا الجمهور هو مصدر الشرعية. الدولة تنزعج يا أستاذ عزة جدا انزعاجا حقيقيا من الفساد. بمعنى أن الواقعة لو صحت كان سيكون هناك بيان أيضا بتقديم هؤلاء للمحاكمة. نعم طبعا. بلا شك. طبعا. مفيش حد يقول القانون. لا أحد. طبعا. الدولة تحركت من أجل التحقق من الواقعة في البدء. إذا كانت الواقعة صحيحة كانت تقدم بها إلى المحاكمة دون مواربة. سبق للدولة أن حاكمت وزراء ومسؤولين منهم. صحيح. وزير كان في السلطة. نعم صحيح. وزير كان في السلطة تم القبض عليه في الشارع. هذه الرسالة يجب أن تصل إلى الناس. أن الدولة دولة 30 يونيو لا تسقط على الفساد. أي مكان. قبل يومين الرقابة الإدارية ألقت القبض على عدد من المسؤولين الصغار والمتوسط الحي. إعلان من الدولة وليس إعلان من أحد. نعم. أيوة. مقربة أو مشابه. نعم. ما تقوله الحادثة اليوم. الدولة مهتمة جدا بصورتها أمام الجمهور الذي هو مصدر الشرعية. وبالحقيقة إن المواطن يعرف الحقيقة. نعم بالحقائق بالإعلان. أيوة. المعركة يا أستاذ عزة مع التنظيم لم تنتهي. ولا تزال مستمرة. وكما قلت لحضرتك قبل قليل، هذه معركة ليست معركة سياسية أو قانونية، هي معركة وجود، إما الدولة وإما التنظيم، هذه واحدة. نعم. نحن الآن بإعلان وزارة الداخلية عن القضية، نحن أمام حالة تلبس تنظيمية نجحت الدولة المصرية في كشفها من خلال جريمة متكاملة الأركان. نعم. ما حدث اليوم حالة تلبس تنظيمية قامت بها الدولة، نجحت بها في الكشف عنها من خلال جريمة متكاملة الأركان. نعم. هذه الجريمة يا أستاذ عزة تتفق تماما مع التكوين الإنساني للكائن الإخواني. أيوه. الذي يستبيح الكذب. أحد أهم أدوات الطعن في شرف خصمه. الخصم هنا هو الدولة المصرية بأشخاصها ومؤسساتها. نعم. أنا أحب أن أقول أن السمسار الذي أعلن عنه بيان وزارة الداخلية، الذي تواصل مع الإرهابي عبدالله الشريف، يجب أن يتحاكم بتهمة التخاطب. يجب أن تكون محاكمته بتهمة التخابر. لأن عبدالله الشريف وكل الإعلام المعادي الخارج
ثبت يقينا لدى الجميع، لدى الشعب المصري، ان هؤلاء متخابرون بامتياز. نعم. ويعملون لصالح قوى اجنبيه بامتياز. وان نعم. الهدف هو التسوير للدوله المصريه بامتياز. وان نعم. الهدف هو ايضا تخريب الدوله المصريه بامتياز. واقعة اليوم استعزة ليست نعم. هي المره الاولى التي تضبط فيها الدوله التنظيم في حاله تلبس، ليست المره الاولى. الادعاءات الاختفاء القسري عشنا فيها سنوات. نعم. كل ادعاء باختفاء قسري تثبته الدوله ويثبت امام الناس ان هؤلاء كذب. منهم من نجده في سوريا ومن نجده في سيوة في يعلن عن عمليه انتحاريه له في سيناء. نعم. ومنهم من نجده في السودان كان قد هرب. ومنهم والذي ادعى بانه تزوج من هذه، وان يعني اخر ادعاء قسري كان في عندما القت اجهزه الاستخبارات السودانيه مجموعه لداعش في السودان من مصريين. نعم. كان نعم. بعض هؤلاء المجموعه التي وبالمناسبه اشتبكوا مع قوات الامن السودانيه واستشهد عدد من الضباط السودانيين في المقاومه. بعض هؤلاء كان ادعى اختفاء قسري في مصر هنا في الفيوم. نعم. هنا في الفيوم. نعم. اهل احدى الضحايا ادعت على الدوله المصريه انه خطف بنتها، كان زوجة زعيم حركه نعم. داعش زعيم نعم. المجموعه في السودان. يعني ما حدث اليوم هو تكرار لازمه الاستحلال الكذب على الدوله المصريه في المعركه التي بين التنظيم وبين الدوله. الدوله ثابته. هو بيبقى قاصد استاذ احمد تحليلك والملف ده ملفك امثال المدعو عبد الله الشريف امثاله، لانه هو في منه يعني في منه كذا حد، مش هو لوحده، لكن ليه دايما اسمهم مرتبط بالنصب والتزوير والكذب؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، وغالبا تلاقيهم بيستشهدوا بالدين. الحاجه الثانيه انه هل هم في عداء مع الدولة المصرية ومحاولات كاذبة بالتزوير لتشويه الصورة للدولة المصرية، أم هم بصدد المواطن المصري؟ يعني هم بيستهدفوا الدولة ولا بيستهدفوا المواطن المصري في أكاذيب؟ الدولة، الاستهداف هنا للدولة أو الشعب المصري بشكل عام، لأن الشعب المصري له دولة. نعم. الدولة تختلف على الحكومة بالمناسبة. الدولة هي جميع المؤسسات. نعم. وقوام الدولة الرئيسية وقوام. نعم. الشعب المصري. الاستهداف هنا يعني منذ لا أقصد الدولة هنا، لما قلت لك ما وضحتش للمواطن مؤسساتها، أقصد أجهزتها. يعني دايما يحب يضرب، تعرف في حتة إيه؟ في حتة إيه؟ في مناطق كده معينة، يحب لما يزور ويطلع ويعمل موضوع وينشر موضوع في أماكن معينة كده تلاقيه، ومؤسسات معينة كده تلاقيه دايما هو بيستهدف. أنا أريد أن ألفت لحضرتك لفتة بسيطة كده. اتفضل. شعبية الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا ارتفعت كثيرا. بالتحديد انا بكلمك على الاسابيع الماضيه. في ارتفاع بعد مؤتمر قادرون باختلاف. نعم. كم الشعبيه التي حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها كانت كبيره جدا، لدرجه انها استفزت التنظيم طوال الوقت، مستفز طوال الدوله. لكن هذه التسريبات التي كانت مقصوده كان مقصود بها ضرب الشعبيه الكبيره التي حصل عليها بعد مؤتمر قادرون باختلاف. تمام. لا واضح لي، انا واضح، انا هذا الامر واضح لي وضوحا شديدا. نعم. هذا يزعج التنظيم ازعاج شديد جدا. لانه يرى ان الشعبيه يعني في السنوات الاخيره في العامين او الثلاثه الاخرانيين يا استاذ عزه. نعم. ابتدت المشروعات القوميه للدوله تؤتي اكلها وثمارها. نعم. وبدا المواطن يشعر بحاله الرضا. أيوه. لانه يرى بعينيه. لا ابتدى يشوف بعينه وابتدى يحس بنفسه بعيدا عن الصحافة وبعيدا عن الإعلام، على أرض الواقع ابتدى هو يلمس ده، ابتدى يشعر، بيشوف في كل شارع في مصر، بيشوف يد بتعمل وإنجاز بيحصل. حالة الرضا تسللت إلى الشعب المصري،
في السنوات الأولى لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك حالة ترقب وحظر، وكان يتأثر بما يقال لدى الإعلام المعادي بالفعل، لأن المشروعات لم تأتي كلها، النتائج لم تأتي بعد. جاءت النتائج وبدأ المواطن يرى في كل مكان في مصر من أسوان إلى السلوم شمالا وجنوبا، يرى في كل مكان، يرى الطرق، يرى الكباري، يرى أزمات المرور التي تحل، يرى المشروعات الكبرى، يرى النجاحات، يرى ده استفزه. الاستفزاز كبير طبعا، الاستفزاز قائم جدا، لكن المشروعات التي أتت أكلها لدى المواطن كان عامل استفزاز كبير جدا. في الفترة الأخيرة ابتدت في أنا أريد أن أقف عند مؤتمر قادرون باختلاف، لأن الشعب المصري بطبيعه عاطفي، وبيرى الجانب الإنساني من الدولة المصرية، يرى بوضوح شديد. هذا المؤتمر يعني جعل من الإخوان متفزون لدرجة كبيرة. جاءت هذه التسريبات للرد على الشعبية الإنسانية الكبيرة التي حظت بها الدولة وحظت بها الرئيس عبد الفتاح مؤخرا. كان الهدف الرئيسي من التسريبات المزورة من إذاعة هذه التسريبات ونشرها. أنا برضو واقف عند حاجة تانية، ولذلك أنا شايف أن تصرف الدولة المصرية كان تصرفا حكيما ومهما جدا طبعا. وصمتت إحنا أربع خمس وفي التوقيت الصح، التوقيت إحنا أربع خمس أيام وإحنا نرى الإعلام المعادي كله يذيع ويعاود التسريبات وجعل من حالة شكوك كبيرة جدا لدى المواطن. مفيش حد بيرد ليه؟ أي حد كده عنده نص عقل أو منطق يعرف، والله أنا كنت عارف إن هؤلاء كذب وهؤلاء مزورين، لأن أولاً لأننا إحنا نعرف جميعاً وقاعة التزوير والكذب، يعني قبل سنتين ثلاثة دوروا برضه مكالمات هاتفية لواحد من تركيا صحفي يتصل بعدد من الإعلاميين يقول لهم أنا فلان الفلاني، وللأسف وقعت فيها جريدة عالمية كبيرة وقعت فيها يعني، ولم تعتذر حتى الآن يعني لأنه ثبت كذبها برضه. لكن كان واضح جدا انه الدوله ما سكتتش وظلت عقبت الامر، وانا واثق جدا ان تعقب الدوله كان لامرين. الامر الاول لو ثبت هذه التسريبات طبعا، لو ثبتت تحل المحاكمه فورا على الثقه بده. السبب الثاني انه التحقق ايضا كان من اجل الوصول الى الحقيقه في هذا الامر، وهو ما حدث اليوم. يعني الدولة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية، ممثلة في جهاز الأمن الوطني أحسن سرعة، عندما أعلن اليوم ببيان كامل واضح وصريح واضح ومفصل ومباشر وكاشف. اشكرك استاذ، اشكرك جدا، اشكرك استاذ، اشكرك فن، اشكرك استاذ احمد الخطيب.